طيب نروح للشريف بسرعه. يا شريف مساء الخير عليك. خارج زميل امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف، طمنا على استعدادات النادي الاهلي والفتره التحضيريه الحاليه والمران الصباحي وكمان المران المسائي، الامور ماشيه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ خليني اقول لك، يمكن خلاص يمكن دخلنا في الجد، يمكن فتره اعداد بدايتها من كام يوم. طبعا في علم التدريب بنخش بيبقى الحمل طبعا قليل شويه، فبعد كام يوم يبدا الحمل يعلى. فالنهارده تمرينتين، تمرين صباحيه وتمرينه مسائيه شغاله امامي الان. بدانا خلاص نخش في الجد قبل مرحله لعب المباريات الوديه. يمكن مستر لاسارك يمتاز فتره الاعداد اللي انا شايفه، هو مدرب احمله وباقي الجهاز، ان بيدخلوا الكوره كتير في التمارين، مش تمرينات فقط، لا في الكوره شغاله على طول. يمكن تمرين لحد دلوقتي كله كوره لحد دلوقتي، التمرين المسائي والصباحي كان في ايضا كوره كتير. بالامس كان تدريب بدني اكتر منه مثلا كوره، فالراجل بينوع، بس تحس ان شغل الكوره يمكن في ازدياد او زياده شويه. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا زميل امير، اتفضل. يمكن انا ملاحظ في السوشيال ميديا الفتره الاخيره ان ملعب التيتش والناس بتشتكي ملعب التيتش. امبارح خلينا تجربه في ملعب التيتش ونزلت لفيت في ملعب التيتش، تمام، والله كلمه حق. ملعب سجاده ما فيهوش ولا نقره، ما فيهوش ولا حفره، كويس، ما فيهوش ولا مطب. طب ليه لونه اصفر؟ لونه اصفر لان الملعب كان اخضر الاسبوع اللي فات. فلما سارت طلب يقص من جلد الملعب تبقى بالزيرو وفوق الزيرو بشويه، يعني نص درجه او درجه رقم واحد. فالملعب طبعا لما تقص النجيله الخضراء اصفر، كمان يومها تلاقيه مخضر. لكن انا اللي يهمني كلاعب كوره الملعب يكون مستوي، الملعب ما يكونش فيه نوره، الملعب ما يكونش فيه مطب. طبعا الملعب خفيف كمان مش تقيل، ما فيهوش رمله. فانا بقول لك اهو عبر الشقه النادي الاهلي، ملعب التتش من احسن الفترات اللي احنا بنشهدها الفتره ديت. الملعب فعلا امبارح مشيت عليه، لا الملعب بجد شابوه للناس اللي شغال عليه. مستر لاسارتي كمان بيشيد بالملعب، ان الملعب الى الان ممتاز جدا. بالظبط بالظبط يا شريف، لان الفتره اللي فاتت كمان ما كانش فيه تدريبات خالص، فكانت فرصه بالنسبه للمسؤولين عن الملعب ان هم يجهزوه بافضل شكل للفريق عشان يكون بيستعد من خلاله من غير اي معوقات خاصه بارضيه الملعب، بدايه من فتره التحضير وبالتحديد من يوم السبت اللي فات. تمام. وكمان لما الاهلي سافر المعسكر يوم 4 او يوم 5 الى اسبانيا، هتلاقي كمان الفتره دي كمان هتلاقي ملعب احسن واحسن كمان. يمكن النادي الاهلي باذن الله السنه دي هيكون مختلف في ملعبه، ملعب طبعا ملعب التتش. خليني اقول لك تدريب الحراس يمكن على الجانب الاخر مستمر. كابتن طارق سليمان مع الحراس، على لطفي اللي بيعمل تمرينه، ومصطفى شوبير واحمد طارق تمرينات متالقه جدا. الفريق امامي الكل يمكن بيشارك، يمكن مجموعه في الملعب تمرينات الكره ومجموعه في تمرينات الجيم. يمكن طبعا تقرر ان ناصر ماهر وصلاح محسن هيكونوا موجودين في تمرينة السبت. بكره باذن الله هيكون اجازه، لان الراجل رفع الحمل زي ما قلت لك النهارده، تمرين الصبح وتمرين امامي. يمكن جلسات كثيره مستر لاسارتي بيمتاز بهذه الجلسات النفسيه مع لاعبي الفريق. امبارح كان مع رمضان صبحي جلسه حوالي 5 دقائق، النهارده مع حسام عاشور، مع كذا لاعب، في حتى العربي ايضا لاعب ناشئ من ناشئين النادي الاهلي برضو ايضا بيلاقي يعني تعليمات من مستر لاسارتي وجلسات من مستر لاسارتي. الان في تقسيمه امامي يمكن في وسط الملعب، الراجل حريص ان هو يصلح الاخطاء اول باول. بطمنك باذن الله يكون موسم ولا اروع، تكون بدايه فتره اعداد ولا اروع للنادي الاهلي، وباذن الله النادي الاهلي يستحوذ على كل بطولات زي ما عودنا في الفترات الاخيره باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي.